قدم هذا الطفل برفقة والديه للاقتراب أكثر من عالم الحيوان هنا في منتزه النعمان بولاية بركة في محافظة جنوب الباطنة، الذي يعد الأول من نوعه في السلطنة، وتتواجد به أصناف كثيرة من الحيوانات والطيور. دخلنا شفنا المكان، ما شاء الله المكان كثير جميل، وخاصة اليوم ما شاء الله الجو حلو بعد. في ذلك مرينا على الأقسام مال الحيوانات والطيور، كل المكانات ما شاء الله طيبة. هواية تربية الحيوانات والاعتناء بها هي التي دفعت أحمد البلوشي إلى إقامة هذا المشروع الذي يحتوي على مرافق لألعاب التسلية والسباحة. عندي هواية من صغري تربية الحيوانات، فطبعا اشتريت مزرعة خاصة لي في منطقة النعمان، وجمعت بعض من الحيوانات الأليفة وأشياء طيور هذه العجات، فسمحت للناس أن يزوروا المنتزه المزرعة، قاموا يتوافدوا يوميا أسبوعيا على المكان، فشفت المكان زحمة، يعني يحتاج لي مكان أوسع وأجمل عشان أنظمه وأرتبه يكون مرتب بطريقة صحيحة. مقاصد زيارة المنتزه من الزوار تعددت، حيث استغلت هذه المعلمة وجود هذا التنوع الأحيائي الصغير، فجاءت بطلابها ليتسنى لعقولهم التعرف بواقعية أكبر على أصناف الحشرات والزواحف والأسماك، ليكون درسا عمليا يترسخ في أذهانهم. I did see horse. Only horse? No. No. Sheep. Sheep, you see. And lion. Lions. Any? And tiger. Tigers. Then? You see birds? Yeah. How many birds you see? Many? Yeah. Yeah. Which bird you like most? All. طموح تطوير هذا المنتزه ليصبح حديقة حيوانات متكاملة المرافق والأدوات هو ما يسعى إليه صاحب المنتزه. حديقة الحيوانات هذه ستتيح الفرصة إلى شرائح المجتمع من أجل الاقتراب من عالم الحيوان أكثر، ولكن بتفعيلها ومساندتها من قبل الجهات المعنية ستكون ذو فاعلية أكثر مما هي عليه الآن. خالد بن سعيد العبري، ولاية بركة بمحافظة جنوب الباطنة.